شهدت ملاعب القارة الإفريقية على مدار اليومين الماضيين 14 مباراة في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 30 لكأس الأمم التي تستضيفها غينيا الاستوائية بداية العام القادم. الجولة التي شهدت العديد من المفاجآت أسفرت عن تأهل منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو والجابون والكاميرون والرأس الأخضر وزامبيا وتونس والسنغال، ليرتفع عدد المنتخبات التي حجزت مقاعدها إلى 10 منتخبات بعد أن ضمنت الجزائر التأهل مبكرا عن المجموعة الثانية، وحجزت غينيا الاستوائية مكانها بين الكبار كبلد مضيف عوضا عن المغرب التي اعتذرت عن تنظيم الحدث الكبير في الأسبوع الماضي خشية من انتشار فيروس الإيبولا. في المجموعة الأولى حجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقة الأولى بعد فوزه على نظيره السوداني بهدفين لهدف ووصوله للنقطة 11 بفارق 4 نقاط عن المنتخب النيجيري الذي تفوق خارج أرضه على مضيفه الكونغولي بهدفين دون رد في لقاء لم يكتمل بسبب شغب الجماهير المحلية، ليتقدم النسور الخضر للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الكونغو. في المجموعة الثانية وصل المنتخب الجزائري تألقه وحقق فوزه الخامس تواليا على إثيوبيا ب3 أهداف لهدف على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، ورفع الخضر غلتهم إلى 15 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط كاملة عن منتخب مالي الذي فرط في مرافقتهم للنهائيات عقب خسارته المفاجئة أمام ملاوي بهدفين دون رد. الثنائي بوركينا فاسو والجابون تأهلا عن المجموعة الثالثة ب10 و9 نقاط على الترتيب بعد فوز الأول خارج الأرض على ليسوتو بهدف جوناثان بتروبيا أفضل لاعب في النسخة الماضية للكان، وتعادل الثاني مع أنغولا بدون أهداف. أما في المجموعة الرابعة فقد عاد المنتخب الكاميروني للنهائيات بعد غياب دورتين عقب فوزه على جمهورية الكونغو بهدف فينست أبو بكر ووصوله للنقطة 11، وبات المنتخب الإيفواري على مشارف التأهل بوصوله للنقطة 9 عقب الفوز الكبير على سيراليون بخماسية لهدف في أبيدجان. في المجموعة الخامسة تعقدت الأمور وباتت فرص المنتخبات الأربعة قائمة للتأهل بعد خسارة منتخب غانا أمام أوغندا بهدف دون رد، وتجمد رصيد البلاك ستارز عند 8 نقاط في الصدارة بفارق 1 نقطة عن أوغندا وغينيا. في المجموعة السادسة حسم الثنائي الرأس الأخضر وزامبيا بطاقتي التأهل بعد فوز الأولى على النيجر ب3 أهداف مقابل هدف ووصولها للنقطة 12 وتفوق الرصاصات النحاسية خارج الديار على موزمبيق بهدف جيفن سينغلوما ووصولها للنقطة 8. أخيرا وفي المجموعة السابعة تأهل المنتخب التونسي أولا برصيد 11 نقطة بعد تعادله مع بوتسوانا سلبيا في جابوروني مساء السبت، ولحق به منتخب السنغال في اليوم التالي عقب الفوز على منتخب مصر بهدف دون رد ورفع رصيده ل10 نقاط. هذا وتتحدد يوم الأربعاء المقبل هوية المنتخبات الستة التي يكتمل بها عقد المتأهلين للبطولة التي تجرى قرعتها في 3 ديسمبر المقبل في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، قبل الترحيب بضيف العزيز في كأس الخليج اليوم أن تعادلت مع قطر بدون أهداف، والسعودية قبل النهاية ب8 دقائق متقدمة على البحرين 3-0. ناصر الشمراني وعبد الله الهزاف في مرمى ومحمد حسين محمد هدف في مرمى من البحرين جابت جونين في نفسها. في تصفيات اوروبا اذربيجان خسرت من النرويج 1، بلجيكا تعادلت مع ويلز بدون اهداف، قبرص فازت على اندورا 5-0، هولندا استعادت عافيتها وكسبت لاتفيا 6-0. يتبقى بلغاريا مع مالطا، تركيا مع كازاخستان، اسرائيل مع البوسنة والهرسك، ايطاليا مع كرواتيا، وتشيك مع ايسلند. اسمحوا لي ارحب بضيفي العزيز نقدنا الكبير كابتن شوقي حامد. مساء الخير يا كابتن شوقي.
سخير كابتن احمد، اهلا وسهلا بيك، وانا سعيد اني موجود معك. ده انت بتنورنا دائما وابدا، يا رب يخليك كابتن. بس انت بتيجي في الاوقات الصعبه، يعني الاوقات الحاسمه والاوقات الفاصله، واللي بتستدعي ان يكون عندنا اراء قاطعه. يعني انا من الحاجات اللي بتعجبني في حضرتك انك لك راي قاطع، ما بتحسبهاش، بتقول يعني رايك بمنتهى الوضوح مع احتفاظك بصداقه الجميع، لكن مصلحه الوطن عندك في كل اعتبار. وبالتالي احنا في مرحله صعبه، في مرحله حرجه اليوم كابتن شوقي، بعد خسارتنا بالامس للمره الثانيه على ملعبنا امام المنتخب السنغالي، وللمره الثالثه في التصفيات خسرنا مرتين، مره امام تونس ومره امام السنغال في مصر، ومره امام السنغال خارج مصر. تبقى مباراه بعد غد باذن الله امام تونس في تونس، وفزنا على بوتسوانا. والخبر اللي حضرتك عرفته، تم استدعاء كابتن عصام الحضري ليكون حارسا اساسيا او بديلا، ما عنديش فكره، في مباراتنا امام تونس. كابتن شوقي، بالتاكيد لازم تقيمني الموقف اجمالي بصوره عامه قبل ان ندخل في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدايه انا عايز اقول ان انا اسوه بملايين الجماهير الرياضيه المصريه حزين، وانا جاي لك مش في وقت صعب، انا جاي لك في وقت شده، في وقت ملمه. الملمه مش في اننا خسرنا مباراه او خسرنا ثلاث مباريات او خرجنا، الملمه في اننا مش عايزين نتعدل، مش عايزين نتطور، مش بنتعلم من اخطائنا. احنا ك يعني فاقدي البصر، احنا يعني المفروض في هذه الازمه نستمع لصوت العقل، نفكر، يشتغل كل الناس، المطبخ بتاع الاستراتيجيه يشتغل، يعمل، يفرم، يطور، يرتقي، يصحح، يصوب، مش يبرر، مش يعلل، مش يطبطب، مش يهنن، مش يسمع، مش يعني ايه يغفل، يتغافل ويتعامى ويطنش على الاخطاء والمصايب اللي وقعت بأماره ايه. احنا يعني بصرف النظر عن الـ 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 الاسماء والاشخاص والافراد والمواقع والمناصب، يعني انا معاك، انا برجع بين من هنا بقعد في بيتنا، ولما كنتش انت انا بقالي مثلا اسبوعين ما روحتش اي حته وبعتذر عن كل حته. انا مش عايز حاجه، يعني يعني اقسم باغلظ الايمانات، انا عايز مصلحه مصر. اكيد احنا بنخسر، وارد ان احنا نخسر، اكيد ان ما نوفقش في مباراه، وارد ان احنا ما نوفقش في مباراه، وارد نخرج من البطوله زي ما احنا خرجنا من البطوله دي مرتين قبل كده. ما فيش مشكله، انما المشكله ايه؟ ان انت منهار، متداعي، ما اسف في التعبير. انت قلت جنازه وعدلتها وقلت لا احنا في ملمه وفي مصيبه، احنا في مصيبه. المصيبه الاكبر ان احنا عمالين نداري على المصيبه، سايبين النار تخرج من 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 تحت الرماد، ومعظم النار من مستصغر الشر. مزبوط مزبوط. انت بقالك ست سنين متردي ومتداعي وضايع ومتايه، شارد، ما عندكش، ما فيش، ومع ذلك عمال بقى ايه توجد اعذار. الاول قبل احنا يعني قلنا اتكلمنا قلنا يا جماعه خلوا بالكم، احنا يعني المنظر بتاعنا الاعداد مش كويس، وكنت في احد المنابر واعتقد كنت عندك معايا هنا، وحسن فريد صديقي زعل وقال لي يا كابتن شوقي حرام عليك احنا عملنا وسوينا. طيب احنا قلت له اتمنى ان انا اكون مخطئ. كابتن شوقي طلع برضو، وانا كنت مع الاخ سيف زاهر احد اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، وقلت له كابتن شوقي خلي بالك انت بتتكلم بنبره فيها ثقه واعتداد بالنفس مبالغ فيه. يا عم انت ما عدتش الفريق كويس، ما دربتش كويس، ما جهزتش كويس. انا مش شايف لا في تعاون ولا هارموني ولا تنسيق ولا توضيب ولا حاجه خالص، ولا حتى في جمل ولا في انتشار ولا في وعي ولا في ادراك. انا شايف امبارح ان كورتنا مش موجوده، غايبه. الكوره بتاعتنا الاولاد بيضحكوا علينا، الولاد الضيوف بتاعنا السنغال بيضحكوا علينا. انت موقف لهم خمسه بيحرسوا مهاجم وحيد قدام، الخمسه بره الماتش، وبعدين في فاصل تريزيجيه بيجري شويه فيه ووليد سليمان بيجري شويه فيه عشوائي،
وبعدين اخونا عماد متعب تايه في قدام. مفيش لا في مخ ولا في خطه ولا في تشكيل ولا في جبهات ولا في انتشار ولا في تعاون ولا في خطوره. انت جات لك فرصتين عشوائيتين طول الماتش وبعد كده مفيش. فين منتخب مصر اللي واقف على رجليه؟ انت منيت بهدف في الدقيقه 7 في العشر دقائق الاولانيين. خلي بقى حضرتك يعني دي اول فرصه في المباراه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اولها فرصه ليهم. يعني بص حضرتك ده خطا من نجيب خدها كويس انه بص شماله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. كره لو في الجول جول جول، ده لسه اول جول. حاجه يعني دي اول لعبه فرصه هدف للمنتخب السنغالي او فرصه خطوره للمنتخب السنغالي. هو جاي اول تاني لعبه الهدف جول. يعني ضاي نط اعلى من الشناوي بنص متر. مظبوط. مع ان المفروض ايد الشناوي تديله الارجحيه بمتر. لكن انا عايز اقول ايه؟ الشناوي ممكن يكون لاعب وهو مصاب. الاختيارات فيها شيء. على فكره انا مش بشكك في الكابتن شوقي غريب. انا كنت في الاول اكثر الداعمين للكابتن شوقي غريب. مدرب وطني طبعا، وانا بشجع منتخب الوطنيين كلنا، وبتمنى ان في تطوير وفي ارتقاء على ايدينا على ايدين المصريين. نعم. انا يا راجل شككوني في قناعتي. انا اتغيرت امبارح، ما المنتخب غايب مش موجود. ده شوقي غريب اللي بيقول ان هو مساهم بثلاث ارباع ما حققه من انجازات الكابتن حسن شحاته. فاذا كان هو المساهم بالثلاث ارباع او بالنص بالطريقه دي، المنتخب بتاعنا مش موجود، مفيش شكل ولا لون ولا طعم ولا ريحه ولا حاجه خالص. وبعدين يتقال بقى ان مش عارف 2018، ويتقال لا ده احنا بنبني، ويتقال لا معلش الظروف. على فكره انا لا انكر ان هناك ظروف قاسيه. لا انكر ان كل ولادنا خارج الحساسيه بتاعه المباريات للتوقف الطويل، ولان الدوري كان مجموعتين السنه اللي فاتت، ولان لسه الدوري ما كل الكلام اللي بيتقال ده انا معاه. انما دي شكل كره مصر، اسف. اذا كان وزير الرياضه يقبل هذا، والوزير مالوش ذنب. لا 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 معلش ليه دور يا كابتن شوقي. كل اعضاء معلش ليه دور يا كابتن احمد. والله ما ليه دور. استسمحك ما تدافعش. والله انا بدافع. بدافع ليه؟ يا انا بهاجم الوزير على التنظيم. هو اسمه ايه؟ نعم ايوه يا فندم. انا وزير شباب ورياضه. تمام. دي رياضه ليس ليه علاقه. يعني ايه ملوش علاقه؟ والله مش ليه علاقة. مش ليه صراع يملك انه يجيب عضو ولا يمشي عضو ولا يجيب مدرب. انا بقولش هو الحاجه الوحيده اللي بيعملها انه بيدفع فلوس. سيدي الفاضل انا بقولش يشيل ويحط. نعم. وياخد قرار. على فكره في ناس خارج الاتحاد بتاخد قرارات، وفي ناس بتعين وبتفصل وبتشيل وبتحط. والاتحاد بيؤدي التحيه. فاذا كان ده بره الاتحاد وما بيعملش حاجه وبيدي الكلام ده تعليمات، طب ما الوزير بتتدخل. انا ما بقولش ادي تعليمات. انا بقول ادرس كيف نرتقي بمستوى كره القدم. ده كلام حلو. ده عايزك جميل. تتدخل اسريا وعائليا وعلاقاتيا وكل انواع الاساليب المشروعه مع اتحاد الكره عشان يستفيق. اتحاد الكره بقالنا دلوقتي سنتين عمالين من انهيار لانهيار لانهيار، من تراجع لتراجع لتراجع، من تردي لتردي لتردي، لاخفاء لاخفاء. في ايه؟ في ايه؟ مش ده خلاصه بهريز كره القدم في مصر؟ نعم نعم. بيعملوا ايه؟ اما احنا نتغلب على ارضنا مرتين وخارج ارضنا مره ونطلع كما كل مره، وهم ايه؟ من يوم ما اشتغلوا ومن يوم ما جم ما عندهمش وظيفه غير دي. اداره كره القدم المصريه للارتقاء بها وبلوغ نهايات افريقيا اللي احنا بضعنا او خرجنا منها بقالنا مسابقتين متتاليتين. ودي الثالثه. ودي الثالثه. شعب مصر مش يحزن. رياضه مصر مش في كبوه. الاخوه بتوع الجبلاء اللي عمال يقول لك بقى احنا لغايه 2018 مجددين له. على فكره ان شاء الله عينه الكابتن شوقي غريب وزير رياضه. اقسم بالله انا هبقى سعيد، لان هو على صله بيا وصله بيك واحنا وحبيبنا. الشغل حاجه. لكن مصلحه مصر فين؟ رياضه مصر فين؟ كره مصر فين؟ احنا امبارح كان الناس كلها اللي بتتفرج بتضحك علينا، ويا ريت احنا عارفين ان احنا مستوانا يضحك الشمتانين. لا احنا فاهمين ان احنا
عمل. انا سمعت امبارح حد بيصحيني من النوم عشان اعمل مداخله في الاذاعه، بيقول لك الكابتن شوقي غريب قال منتخب مصر قدم افضل بطوله افضل. يا جماعه تصريحات الكابتن شوقي موجوده عندنا على الاتوبيس امبارح وهو نازل، هاتوا تصريحات الكابتن استاذ مقداد محمود من اذاعه شباب الرياض بيقول لي لا ده هو قال في المؤتمر الصحفي غير المؤتمر التصريحات بالصوت والصوره افضل مباريات دي كارثه. اذا كنت انت ما انتش عارف ان انت كنت في اسوأ حالاتك تبقى مصيبه، لان انت راجل متخصص. يعني انا مش متخصص زيك كده اقعد واتكلم في الاعلام، انا بكتب. فلما اسمع لك وانت بتتكلم في الاعلام غلط تبقى كارثه بقى. اما اسمع لك وانت بتتكلم في فنيات انت مش شايف فنيات يا كابتن، حرام عليك. حرام عليك. ده اي واحد في الشارع بيقول لك احنا في مصيبه. مستوانا في كره القدم مستوى هزيل. طيب خليني اقول لحضرتك البعض بيقول ايه. ايه الحمله اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مسودين الدنيا ليه؟ ما زال امامنا امل، مصر تفوز على تونس في تونس وده وارد، والسودان تعمل لنا الخدمه تتعادل مع الكونغو وده وارد، او تفوز على الكونغو، والكونغو الثانيه ما في اتنين كونغو، جمهوريه الكونغو تفوز على سيراليون بفارق هدف بس. يبقى احنا وصلنا. ويا جماعه القصه مش محتاجه كل المندبه اللي انتوا عاملينها دي، فكان ينبغي عليكم مسانده المنتخب حتى الرمق الاخير، ثم بعد مباراه تونس اذا خسرنا او لم نتاهل ابقوا اتكلم. كلامك على عيني وراسي، وكلام الاخ اللي بيقوله لك ده او الناس اللي بتشارك ناس متفائلين، ناس وطنيين ومخلصين ولا اشكك فيهم. انما انا مش هقول بقى لو حصل ولو حصل ولو حصل المعجزات اللي حضرتك عمال تقولها لي. لا معجزات. انا اتاهلت. 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 طب كويس. مبروك. مستوانا سيء. ال 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 الاداء متواضع. اللعيبه مش فاهمه وما عندهاش ادراك. الجهاز الفني ما بيديرش صح. ولا بيغير صح. اذا انت ولا بيشكل صح. موقفك ثابت حتى في حاله التاهل. انا بقول لحضرتك احنا امبارح كسبنا السنغال وهنروح نكسب تونس وخدنا 12 بونت. هتروح تبقى ملطشه برضو. هتروح هتلاقي فرق زي غينيا وزي فرق يعني بعديك ب 10 كيلو تسبقك. لان انت كرتك بطيئه. ممله، رتيبه، عشوائيه، ما فيهاش سرعه، ما فيهاش خطوره، ما فيهاش اداء، ما فيهاش ابداع. انت 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 عايز ايه؟ امبارح قول لي كده واحد اسمه ابدع. واحد اسمه ادى اللي عليه. امبارح قول لي منتخب مصر في الطول ال 90 دقيقة عنده فكر، عنده خطة. بيتحرك. وفي كان عنده روح مثلا زي احمد فتحي مثلا. كان عنده روح. كان بيعمل مصايب. عنده روح يعني، بس عنده روح طبعا. يعني وعمال يعترض على الحكم كان كويس. وعمال يعمل مفاولات. انا على فكرة انا ما بشككش فيه خالص في 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 لا. انا مش عايز حاجه من لعيبتي. انا بقول تعزم احسن ناس هم وهم معذورين. انما انا كنت متصور الماتش اللي احنا الماتشات اللي احنا اتغلبنا فيهم كان الكابتن شوقي ما خدش وقته وما خدش فرصته وما عملش معسكر، ما عملش تعاون، ما عملش تنسيق. النبادي اللي حتى انا احترم المهندس عامر حسين جدا وبحبه وبعتبره راجل مخلص. لما اختلف مع شوقي غريب في ان هو ياجل اسبوع ولا ما ياجلش اسبوع واتكلم، انا حتى تطوعت وقلت يا ريت الكابتن عامر حسين ياجله. ليه؟ انا نفسي الناس دي هو اجل واجل مباراه الاهلي ودجله. اداله اداله اللي هو عايزه. والاتحاد ضغط على عامر حسين لان يعني كان لازم يسندوا المنتخب. طب يا كابتن شوقي انت خدت الناس دي وقعدت وركزت وحضرت وقدرت. انا مش شايف اي حاجه على الطبيعه. شايف المردود صفر. وبعدين يخرجوا علينا يقولوا لنا ايه؟ لا ده كانت احسن اداء. ما تجيبوا لنا يا جماعه تصريحات الكابتن شوقي. يعني ايه احسن اداء؟ اذا كنت اذا كنت انتوا يا يعني المتخصصين تجهلوا انه الاداء سيء، ده راجل الشارع بيقول لك يا جماعه ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ خلي بال حضرتك يا كابتن شوقي، احنا عملنا دلوقتي تقرير مع النقاد مع الجماهير، كل الناس اجمعت انه ده واحد من اسوأ عروض منتخبنا الوطني على الاطلاق. يعني ما حدش طلع حتى قال انه كان يعني او الحظ سيء او وقف ضدنا او احنا ضيعنا، ما حدش قال كده خالص. خلي بقى احنا علينا ضربه جزاء صحيحه بتاعت احمد فتحي، علينا ضربه جزاء صحيحه في امام السنغال
هنا برضو في استاد القاهره كانت ساعه 100% في اكتر من لاعب واحده امام السنغال واحده امام تونس وكان في تمام قدام تونس برضو بالتحديد. فيعني لا التحكيم كان ظالمنا واللي بيقول لك الهدف تسلل والمش عارف ايه والكلام ده ما فيش، لكنه المشكله كبشاوي ما حدش راضي خالص. بعدين اسمع الان عن انقسام داخل اعضاء الاتحاد، ناس عايزه شوقي وغريب يكمل، ناس مش عايزاه يكمل. هل كمل ايه 2018 بأمرت ايه؟ لقوا الخطه. لقوا الخطه تايهه ولقوها. احنا دورنا عليها هنا مش بهزر، ده احنا حضرتك قبل ما تيجي انا سبت واحد قال لي دي مدفونه هنا في حته، دكتور متت العدلي كان دافن حته، استاذ محمد علي خير كان دافن، فربنا كرمنا ولقيناه. طب خلاص يبقى كده لهم حق بقى. انا على فكره مش بهرج ولا حزين ولا والله ما بهرج، والامور دي يعني قصدي انه ما حدش راضي عن الاداء يعني الا نائب رئيس الاتحاد والكابتن شوقي غريب. شوف يا كابتن احمد، انا ممكن اخرج من ماتش مغلوب واقول ايه الناس دي ابطال. طب انا حاربت في 67 مع احترامي كده للفوارق الشاسعه بما بقول وبضرب امثله وبين اللي بيحدث. انا حاربت في 67 ولم احصل على تكافؤ ولم اواجه العدو مواجهه مباشره وحصل لي خسائر بعشرات الالاف. صحيح. وخرجنا من المعركه واحنا مصرين ان احنا هنرجع تاني وننتصر تاني وهنرجع تاني. الماتش بتاع امبارح ده يقول لك لا انت لا راجع ولا انت شافع. طيب ولا ده انا عايز اقوله لك بقى القادم، لان القادم اسوأ بكثير جدا. خليني اوري حضرتك تصريحات الكابتن شوقي غريب، اروح لفاصل واقول لك ليه القادم اصعب بكثير جدا جدا، والكلام ده انا كتبته من فتره طويله وبدات الحمد لله اجمع اللي انا كتبته عشان تبقى الناس عارفه ان احنا حذرنا من ده من زمان. نشوف تصريحات الكابتن شوقي امبارح ونطلع لفاصل ونرجع تاني مع الكابتن شوقي حمد. انا شايف النهارده ان منتخب مصر قدم مباراه طيبه من وجهه نظر الشخصيه، كان في لنا يعني مباراه افضل من مباراه تونس اللي لعبناها هنا وافضل من مباراه بتسوانا اللي لعبناها وكسبناها مع خصم كبير وخصم قوي، قدرنا فيه ان احنا نلعب وقدرنا فيه ان احنا نحقق النتيجه اللي احنا عايزينها. كمان نزل الموبايل كده، طب ما نزل الموبايل عشان وش قدرنا فيه ان احنا نوصل لفين، نضيع فرص ونضيع اجوان، هم استغلوا الفرص اللي هنا واستغلوا الجون اللي دخل، وهي كرة القدم الكلام ده. هو اسألك بص يعني لا 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 بس خلينا بس نكون صراحة مع بعض. عدد اللعيبة اللي لعب النهاردة عدد أول مرة ضد سبق ان يبقى لعيب دولي. ثلاث لعيبة النهارده في صبر رحيل، النهارده في علي جبر، النهارده في تريزيجيه، النهارده في عرفه، النهارده في صبر. انا بكلمك انا لما تيجي تحسبها النهارده 5 6 لعيبه النهارده اول مره بيدوا سبق انهم اللي بعيد دوليين، وانا قلت احنا بنبني فرقه بقى يبقى نبني فرقه، لكن هنقعد بقى نتكلم في حاجات ثانيه ونتكلم في حاجات مالهاش دخل بكره القدم خالص. اللي عايز يتكلم معاك قررت من اللقاء مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، قال في تصريحات حصريه معانا ان النهارده ان كما يتوقعه كان يحصل. لا ما بردش على اسألك. بص يا جماعه، مباراه تونس حتى لو كنا تعادلنا النهارده كنا لازم نكسب مباراه تونس، حتى لو كنا تعادلنا كانش عادل ينفعنا باي حاجه. فمتمسك بالامل رايح تونس بهدف ايه يا فندم؟ ان نكسب باذن الله.